بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا
وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الله أكبر. إيه؟
إن الله كان غفورا رحيما. الله يا أستاذ عليك يا مولانا عليك. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال. يا سلام يا وكان الله قويا عزيزا. جل شأن الله. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا أستاذ. إذا السماء نفس ما قدمت وأخرت. الله أكبر. صلاة عليك. الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله
خلاص خلاص ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك عليك يا مولانا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم سلم يا رب يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم وبلغ حبيبه المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آية الذكر الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استفتاح لهذه الأمسية الدينية المباركة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما لمحافظة القاهرة، وذلك عبر موجات إذاعة القرآن.